الاخوان في لجنه الميزانيات ما قصروا مجهود كبير جدا وطلعوا التقارير. الان معاناه المرضى الكويتيين في الدول في امريكا وفي بريطانيا وفرنسا وخاصه في امريكا الاخ رئيس، الان دازين كتب رسميه وموقفين عنهم علاج في حالات سرطان. فمو معقول الان ان ما نهتم في المرضى الكويتيين، فحالات قد تسبب هذا التاخير الى وفاه مواطن كويتي. فالان المرضى الكويتيين في الخارج وخاصه في امريكا ما يستقبلونهم، واللي في المستشفى طلعوهم الاخ رئيس. فمو معقوله ان مجلس الامه الان يرفض ان نعتمد هذا البند عشان نغطي مصاريف مرضانا في الخارج. هذا اللي بيرفض يمثل نفسه، التقرير واضح ونصوت الاخ رئيس لا يصوت معنا، اللي ما بيوافق لا يوافق. كلنا قرأنا التقارير وكلنا ثقه في اخواننا في لجنه الميزانيه.